نرجع للنقطة اللي احنا كنا وقفنا عندها، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل تيست فور هيموجينيتي. قلنا يعني ايه هيموجينيتي؟ قلت لحضراتكم هيموجينيتي يعني تجانس. التجانس يعني ايه؟ يعني انا بفترض برضو نفس الكلام هو ان انا عايز اشوف العلاقة ما بين التو فاريبلز دولت، هم اندبندنت ولا لا، هم مستقلين ولا لا. بس المرة دي كلمة التجانس دي معناها ايه؟ معناها ان هو بيدي لحضرتك المسألة، بيدي لك التوتال هنا موجود وبيدي لحضرتك التوتال هنا موجود. يعني لو بصينا على المثال اللي فات، ادي شكل المساله اللي كانت موجوده، ده اكسرسايز موجود في الكتاب انا حلاه مع حضراتكم، يعني ده اكسرسايز مش محلول في الكتاب. الاكسرسايز دوت لما جه ادى لحضرتك المساله ما ادالكش التوتال هنا ولا التوتال هنا. طالما ما ادالكش التوتال هنا ولا التوتال هنا، يبقى هو تيست فور اندبندنس، يبقى انا بختبر العلاقه ما بينهم. طب لو اداهم لك بقى، يبقى في الحاله دي هو هيموجينيتي، وده الاختلاف الوحيد اللي بينهم، انما غير كده نفس الخطوات هي ونفس الكلام هو بالظبط. يعني ايه يا جماعه؟ تعال بص معايا على المثال. المثال قدام حضرتك هنا بيقول ايه؟ المثال حضرتك هنا بيقول هو مع مثال برضو فرد الضرايب هي وفي امريكا برضو هو، بس المره دي بدل ما كان بيشوفها مع معدل الدخل، بيشوفها مع انتمائك للاحزاب السياسيه. يعني ايه؟ قال لك يعني انا هشوف البوليتيكال افيليشنز، هل الاحزاب السياسيه مع او ضد او رفض الضرائب او معها. يعني ايه؟ قال لك يعني امريكا فيها حزب اسمه طبعا حزب الديمقراطي، الحزب الديمقراطي والريببليكان اللي هو الجمهوري، والاندبندنت اللي هو حزب المستقلين. ادي ثلاث احزاب سياسيه مختلفين عن بعض، عايز اشوف هم مع فرض ولا ضد ولا عدم فرض الضرائب. فقال لحضراتكم انا مع فور، يبقى مع فرض الضرائب. اجينست يعني ضد فرض الضرائب. undecided يعني الاشخاص دي ما قبلوش بصوتهم او ما قرروش هم مع ولا ضد فرض الضرائب. طيب السامبل بتاعتي اللي هو خدها كان عددها قد ايه؟ السامبل بتاعتي كان عددها 500 بني ادم، وال 500 بني ادم دول كانوا موزعين على كل البوليتيكال افيليشنز كلها، وادى لحضرتك الجدول ده، وده بيبقى جيفن في المساله بتاعت حضرتك. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه، لو انا هعمل تيست لي البروبلم دي علشان ابدا اطلع منها اذا كانت هقبل ولا هرفض الفرض بتاعي. ادي المساله قدام حضراتكم هنا اهو. المساله بتقول لحضرتك لو انت عندك البيانات دي، استاذن حضراتكم ثواني يا شباب معلش. ادي الجدول بتاعي هبدا اشتغل عادي جدا. اول خطوه كنا هنعملها ايه؟ اول خطوه انا هبدا اعملها اني اصيغ الفروض بتاعتي. طيب الفرض بيقول لحضراتكم ايه؟ ما هو بص معايا، دايما حضرتك بتطلع الفرض من الكلام، بيقول لك ان الفرض هو تيست ده هيبص بالذات. الاوبينيون كونسيرنينج ذا بروبوزد ابروشن لو ار ذا سيم وذين اتش بوليتيكال افيليشن. يبقى هو ده الفرض بتاعي، ان راي حضراتكم متاثر ب از ذا سيم، الراي حضراتكم في القانون اللي تم فرضه هو از ذا سيم وزين ذا بوليتيكال افيليشن. يعني الراي ده ما اتغيرش، از ذا سيم واحد في البوليتيكال افيليشن بتاعك، يعني واحد في الانتماء السياسي بتاع حضرتك او انتمائك لحزب من الاحزاب اللي موجوده عندك. طيب مع ايه؟ ادي الفرد بتاعي، يبقى ادي الفرد الاولاني اللي هو اللي اسمه الاتش نوت. يبقى لما هاجي اصيغ الفرد الثاني اللي هو اسمه اتش 1، يبقى ده معناه ان انا مش ذا سيم بقى، يبقى از نوت ذا سيم. يبقى معنى كده ان انا بقول ان انتمائي للاحزاب ما اثرش على، او مع اختلاف انتمائي للحزب الكلام ده ما اثرش على فرض القانون بتاعي. الالفا كام؟ الالفا 5. تعال نحلها مع بعض. اول حاجه عايز اعملها هي ايه؟ اني ابدا اصيغ الفروض. هي الفرض بتاعي ايه؟ فور اتش اوبينيون ذا بورشن اوف ديموكراتيك ريبابليكان مش عارفه ايه ذا سيم. طبعا انا مش لازم اكتب اسامي الكلام ده كله، انا كان ممكن اخد الجمله اللي موجوده في المساله وهي. معنى كده ان الفرد الثاني، ان انا عندي بقول ان الراي بتاعي ما تاثرش برايي في فرض القانون بتاع الضرايب، ما تاثرش بالحزب اللي انا بنتمي له، وفي الحاله دي يبقى الكلمه اللي اتغيرت انها بدل السيم هي نوت ذا سيم. ال1000 عندي بكام؟ ال1005 100. يبقى لو انا هكشف من الجداول هبدا اشوف اتفقنا القانون بتاع الفي دي تساوي ايه؟ قلنا الفي تساوي الار ماينس 1 الكل مضروب في السي ماينس 1. يبقى r ماينس 1 مضروبه في c ماينس 1، الار هنا عدد الصفوف ب 3 وعدد العواميد ب 3، يبقى 3 ناقص 1، 3 ناقص 1 يعني 2 في 2، يبقى الفي عندي بكام؟ ب 4.
طبعا حضرتك مع الفا 5% وزيرو 4 يبقى انت هتروح تكشف على الجداول، ادي الجداول بتاعتي هتطلع لي قيمه معينه، القيمه دي النقطه الحرجه بتاعتي او الكريتيكال ريجن بتاعتي عند 9 4 8 8، يبقى النقطه اللي هنا هي 9 4 8 8. بعد كده ببدا اخش على الكمبيوتيشن بتاعتي. اول حاجه هي احسب الاكسبكتد فاليو. ايه الاكسبكتد فاليو يا شباب؟ اتفقنا الاكسبكتد فاليو هي قيمه العمود في قيمه الصف على الجراند توتال، قيمه العمود في قيمه الصف على الجراند توتال على الاجمالي، قيمه العمود وقيمه الصف على الاجمالي، هطلع القيم اللي ما بين الاقواس. بعد كده اخر خطوه هحسب الكاي سكوير. اتفقنا قانون الكاي سكوير هو ايه؟ قانون الكاي سكوير هو عبارة عن الاوبزرفيشن الاو ناقص الاي الكل سكوير على الاكسبكتد فاليو، يعني الاو ناقص الاي الكل سكوير على الاي. طيب احسبها لكل قيمة منهم، الاو ناقص الاي الكل سكوير على الاي، تطلع لي في النهاية تطلع لي قيمة الكاي سكوير بكام؟ تطلع لي قيمة الكاي سكوير بواحد و53. ثواني وهدي الناس اللي رافعة ايدها، ثواني وهدي حضرتك الحق انك تتكلم ثانية. طيب يبقى 1.53 يبقى واقع فين؟ يبقى واقع في الجزئية دي، يبقى انا قبلت الفرد اللي هو اسمه اتش. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا النهارده على فكرة ان انا عندي حاجة اسمها التست اوف اندبندنس والتست اوف هوموجينيتي، اتفقنا الاثنين زي بعض بالظبط، وان الخطوات بتاعتنا اسهل ما يكون. انا فتحت لحضراتكم المايكات يا شباب، اي حد عنده اي تعليق، في حد كان رافع ايده يقدر يتفضل. اتفضلوا يا جماعه. لو سمحت يا دكتورة، دي آخر محاضرة ولا في تاني؟ لا في تاني طبقا للقرار اللي طلعه الوزير، وطبعا ده معناه ان احنا عندنا محاضره كمان الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب ما نخليها مراجعة بقى، علشان كده المناهج بتكتر علينا. والله القصه مش بايدي انا لوحدي، لان انا معايا طبعا في جروب تاني مع دكتوره امال، فهنسق مع دكتوره امال لو هي لو اتفقنا مع بعض او وصلنا ان احنا هنبقى مراجعه، غالبا ان شاء الله هتبقى مراجعه باذن الله، او ما كانش كده هناخد فيه جزئيه بسيطه جدا من بدايه شابتر 11. يعني هحاول انسق مع دكتورة أمال قالت احتمال كبير يبقى مراجعة يا دكتور. حلو، لو هي قالت كده انا برضو مرجحه انها تبقى مراجعه، يعني انا مع الراي دوت والله، فاحنا هنتفق مع بعض لو هي لو استقرنا انا وهي ان احنا هتبقى مراجعه يبقى هنعمل مراجعه وخلاص كده، شكرا على كده. ماشي، شكرا. درجات الميد ترم يا دكتور، ايه درجات الميد ترم؟ لسه والله ما جاتلناش درجات الميد ترم، يعني افترض ان هو بيتصحح لحد الان احنا لسه ما خدناش الدرجات بتاعتنا، فاول ما هيبقى في درجات اكيد هنعلنها لحضراتكم باي طريقه. في حد رفع ايده؟ محمود مصطفى اتفضل يا محمود. طب يا دكتور، احنا كده ما عندناش امتحانات شفوي القرار ولا بتاع كده اتشالت؟ الوزير اللي طلع يا محمود قال ايه؟ قال يتم تأجيل اي نوع من انواع الامتحانات، يعني الامتحانات الشفوي تأجل هي كمان هما فعلا هيدمجوا لنا الامتحانات بتاعت السنة كلها في الآخر؟ لحد الان. مفيش قرار بحاجه زي دي. الوزير لما اتكلم قال ايه؟ قال لو فضل تدهور العدد بالمنظر ده، يعني لو فضلت الاعداد بتزيد هنخلي الكلام كله في الاخر، هنخلي الامتحانات كلها في شهر 6 او 7، فالله اعلم، ربنا يرفع الوباء يا رب والدنيا تبقى تمام ونبقى مطمنين على الناس كلها. فما فيش يا رب. طب قرار نهائي لسه، هم قالوا لسه هنشوف الاعداد ونطلع القرار قبل يوم 20 ان شاء الله. في حد من حضراتكم عنده تعليق يا جماعه؟ ما حدش قال لا على المحاضره، كل تعليقاتكم انا. دكتور، بالنسبة للملخص اللي حضرتك كنت طالباه، بص هقول لكم على حاجه، احنا الملخص اللي انا كنت طالباه ده طبعا هو مفترض هيفضل معاكم لحد ما نتقابل ان شاء الله. ممكن نعمل حاجه ظريفه، ممكن افتح لكم على مايكروسوفت تيمز انك ترفع لي الملخص ده على تيمز نفسه، حتى لو انت عامله بخط ايدك صوره وارفعه من الموبايل بخط ايدك. تمام يا دكتور. تمام، يعني احنا ممكن نخليها اونلاين وممكن نخليه مع حضراتكم لحد ان شاء الله ما اشوفكم بالسلامه اثناء الامتحانات،
واخده منك اثناء الامتحان. الحلين موجودين والحلين افيلبل بإذن الله يا دكتور. باذن الله. يا شباب، في حد من حضراتكم عنده اي تعليق على حاجه ليها علاقه بالمحاضره؟ يا شباب تمام يعني؟ لا تمام يا دكتور. لا دكتور تمام يا دكتور، يعتبر زي المحاضرة اللي فاتت يعني. بالظبط، هي الاختلاف بس ان ده احد الابلكيشنز الحقيقيه، يعني دي حاجه حقيقيه بتحصل. يعني دايما فكره ان انت تطلع علاقه ما بين تو فاريبلز، دي ابلكيشن حقيقي بيحصل، والناس فعلا بتعمل الابحاث بالمنظر ده. ومعظم الناس اللي هي مثلا في كليات اللي هي ليها علاقه بالحاجات المعنويه، اللي هي حاجات السوشيال شويه، يعني التجاره مثلا والاداب وبعض الحاجات التانيه، بيعملوا التيست ده بايديهم، يعني بيقعدوا يعملوا التيستات دي حقيقي. طيب اشوف حضرتك على خير ان شاء الله. طب بعد اذنك يا دكتور، اتفضل. هما لما بيجمعوا ارقام مثلا اللي هو فور واجنست، طب دي تمام، بيعملوا مثلا استفتاء او كده، قيمة بقى الالفا دي بيجيبوها منين؟ قيمة الألفة دي ممكن تتحسب بأكتر من طريقة. أولا طبعا هم الناس دي لما بتعمل الإحصائيات دي بتعملها على على برنامج زي برنامج الـ SPSS، فالبرنامج هو اللي بيطلع لك قيمة الألفة. لكن في العادي دايما معدل الثقة بتاعي أو فترة الثقة بتاعتي هي بتبقى 95%. يعني أنا بفترض إن أنا واثقة في القيم بتاعتي في حالة إن أنا الألفة هي 1 ناقص ألفة، يعني 95%، يبقى ده معناه ان دايما الالفا غالبا عندي بتبقى 5%. ده تقريبا بتبقى شبه ثابته، قيمه شبه ثابته. ومع ذلك حتى لو انا حبيت ان انا اغيرها، البرامج بتاعت الاس بي اس اس هي اللي بتفترض القيمه اللي تتغير. تمام يا دكتور. في تعليق تاني يا شباب؟ شكرا لحضرتك يا دكتور. اشوف حضراتكم على خير يا رب ان شاء الله، وربنا يسترها على الجميع يا رب. السلام عليكم.